هل يمكن أن تزرع حبوب البن في الصين؟ القصة بدأت مع بذور البن التي جلبها فرنسي إلى يونان الصينية في عام 1892. لماذا يونان؟ يتطلب نمو حبوب البن أشعة شمس وافرة وأمطار غزيرة وارتفاعا مناسبا وفرقا كبيرا في درجات الحرارة بين النهار والليل، وأيضا عدد كبير من الأشخاص الذين يبذلون الكثير من الجهد للحصول على فنجان قهوة جيد. مقاطعة يونان توفر جميع هذه المتطلبات، وفي مثل هذه البيئة الطبيعية الفريدة تتمتع حبوب البن بدورة نمو طويلة وتنضج بشكل أبطأ وتحصل على نكهة أكثر ثراء. بعد التعرف على مزايا زراعة حبوب البن في يونان، توجه العديد من محبي القهوة ومنتجي القهوة المتخصصين توجهوا إلى يونان لتحسين جودة قهوتها وترويجها في العالم، ولكن هذا الأمر لم يكن سهلاً، وذلك لأنه في ذلك الوقت كان العديد من المزارعين المحليين يعتمدون على زراعة الشاي والفواكه، ففي البداية رفضوا وتشككوا في مثل هذا المحصول الأجنبي. بمساعدة حكومة يونان ومنتجي القهوة الصينيين، بدأ السكان المحليون في التعرف على وضع أسواق القهوة داخل الصين وخارجها، وكذلك الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود بها عليهم. ثم بدأوا في تعلم تقنية زراعة حبوب البن ومعالجتها، ونجحوا من خلال أبحاثهم الخاصة في منح القهوة القادمة من الغرب لمسة من النكهة الشرقية، ودفعوا صناعة القهوة في يونان لتصبح معلماً من معالم القهوة في العالم. 我们在去年的时候也做了一个大胆的尝试，就是用茶的处理方式跟咖啡豆进行一个结合，因为我们中国其实有茶文化，那我们的庄园主其实也是有这个相当丰富的一个就是普洱茶处理的这样的一个经验，那我们去进行探索啊以及研究，然后会把这个处理方式用到咖啡豆身上，消费群体对于这个云南黑茶这样处理方式的豆子都比较就是感兴趣，然后也受到了很多好评。 غيرت حبوب البن عادة زراعة لدى سكان يونان الصينية، وأيضاً حسنت حياتهما، حيث قام حوالي 600,000 شخص خلال العام الماضي بتحسين جودة حياتهم من خلال زراعة حبوب البن في محافظة صغيرة في يونان يقطنها 2.6 مليون نسمة. وحالياً بالإضافة إلى العلامات التجارية الصينية، أنشأ المزيد من عمالقة القهوة في العالم مثل نسلة وستاربكس قواعد للإنتاج لهم في يونان. وبدأت قهوة يونان الصينية رحلتها نحو العالمية. 大家开始认可云南咖啡，然后最后其实在全国，现在云南咖啡已经有一定的市场了。 我觉得未来的几年，我们还是想要说能让咖啡可以走得更远。我觉得未来会越来越好吧。